رسمه الايرن ميتابوليزم يا اولاد. هو ما بيجيش الايرن ميتابوليزم في الامتحان، بس انت عشان تبقى عشان الشفوي، عشان لو حد سالك تبقى انت مذاكر بس الرسمه دي زي ما قلناها وخلاص، ما تقعدش تذاكر الكلام، انت الرسمه دي ذاكرها وخلاص. اوكي طب انما اهتم شويه اكتر. نعم مالها الرسمه يا اولاد؟ لما كنا بنقول الحديد بينزل الاستومك، لا ارجع للرسمه اللي كنا رسمينها بسرعه. الحديد كنا قلنا كده، الحديد بيبقى موجب ثلاثة، فرك لما بينزل الاستومك بيتحول لفرس عن طريق HCL وفيتامين سي. لا لو انت اكلت فيتامين سي دي حاجه حلوه للحديد، ولو انت عندك HCL في الاستومك دي حاجه حلوه. حلو، الحديد بعد ما نزل من الاستومك هيروح على مين؟ على الانتستين. طب هيمشي في الانتستين صايع لوحده؟ لا، لازم يبقى في حد هيشيله. مين اللي هيشيله؟ حاجه اسمها ايبو ترانسفيرين. ايبو ترانسفيرين ده بيتصنع في الكبد وينزل من الكبد مع البايل وينزل في الانتستين يمسك في الحديد، بيبقى عندك الحديد والايبو ترانسفيرين ماسكين في بعض لغايه ما الحديد ده يوصل للخلايا بتاعت الانتستين ويلزق فيها ويمتص جوه الخليه. طب لما بيخش جوه الخليه، لو الحديد عندي كتير ممكن اخزنه جوه الخليه في صوره حاجه اسمها فيريتين. حاجه اسمها ايه؟ فيريتين. طب الحديد لو مش كتير، الحديد ده هيمتص جوه البلد ويمشي في البلد بتاع الجسم في البادي سيستم، بيمشي في السيركيليشن عادي. لما يمشي جوه البلد هل هيمشي صايع في البلد؟ لا، هو مشي في الانتستين مش صايع، ولما مشي في البلد مش هيمشي صايع، هيمشي حد هيشيله. مين اللي هيشيله؟ انا قلت كاتبين ايه اللي كاتبين؟ ترانسفيرين، ده العربيه اللي هتشيله. هو ما ينفعش الحديد ما ينفعش يمشي في اي حته لوحده، لازم يتشال على العربيه. ترانسفيرين ده بيبقى بروتين، والايبو ترانسفيرين ده بروتين بيشيلوه. طب هو هيتشال ونروح نوديه لمين؟ لا اما اوديه للبون مارو عشان اصنع ار بي سيز عشان ابتدي اصنع بيه، لا اما الحديد ده يبقى كتير واحتاج ان انا اخزنه. لما اخزنه هخزنه فين؟ لا اما اخزنه في الليفر، لا اما برضو اخزنه في البون مارو. بس في البون، يعني انا في البون مارو ممكن استخدمه للتصنيع وممكن استخدمه للتخزين. انا انتوا كلكم قاعدين متنحين كده، مش هو الراجل ده بيقول كلام منين؟ الكلام ده اللي انا كنت رسمه الصبح، بعيده تاني عشان في ناس عاوزين اعيده. الناس فاهمه؟ طيب اللي ما حضرش الصبح مش ما يركزش بقى، يركز من اول دلوقتي. طيب عندنا بقى حاجه اسمها فيتامين بي 12، ده اهتم بيه بقى. ليه؟ ده ممكن يجي سؤال، يعني فيتامين بي 12 كله على بعضه كده، الابسوربشن الفانكشن كله. بص يا ولاد، فيتامين بي 12 ده موجود فين الاول يا دكتور؟ ده موجود في اللحمه. انت كل اللحمه اللي بتاكلها مليانه فيتامين اسمه بي 12. حلو، طب ده بينزل يمتص ازاي؟ يقول لك لما بينزل الاستومك لازم يقابل حاجه اسمها انترنسك فاكتور. حاجه اسمها ايه؟ انترنسك فاكتور. حلو، الانترنسك فاكتور بيحمي فيتامين بي من الاتش سي ال. في حاجه في الاستومك اسمها انترنسك فاكتور، فيتامين بي 12 بيمسك فيه ويعملوا حاجه اسمها فيتامين بي 12 انترنسك فاكتور كومبلكس، بيعملوا كومبلكس مركب، والمركب ده ينزل لغايه ما يروح للانتستين، لغايه ما يوصل للاليوم. في حاجه اسمها اليوم؟ اوكي، لما يوصل على الاليوم ده المكان الامتصاص بتاعه، يمتص. يبقى انا الانترنسك فاكتور مسك من الاستومك لغايه الاليوم حمايه بس، لغايه ما وصل فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 هيمتص ويخش. طب هو فيتامين بي 12 لما يمتص، يعني انت علم اهو، انا مسكت في مين؟ انترنسك فاكتور، لغايه ما اوصل لمين؟ اليوم. عند الاليوم هيحصل لي ايه؟ ابزوربشن. طب انا لما امتص انا همشي في الدم ولا هروح فين؟ يقول لك لا، هتروح تتخزن في الليفر. ليه اتخزن في الليفر؟ ليه؟ عشان لما البون مارو يحتاجني يطلع، يبقى هو يتخزن في الكبد عشان لو البون مارو احتاجه يطلع. طب هو ايه فايدته الفيتامين بي 12 ده؟ يقول لك ليه فايدتين. ايه يا شباب، في ايه؟ ده مين العريس اللي جاي ده؟ فين العروسه؟ جايه العروسه جايه؟ طيب تمين، انت شكلك حد مهم. هو ده مين يا اولاد؟
اتحاد كل ده اتحاد في بعض، انت اتحاد مين مع بعض؟ كذا طالب في بعض هو؟ طيب برضه هو اتحاد؟ ماشي. هو رئيس حاجة معينة؟ يعني الحفلة دي كل الناس بتلبس فيها كده؟ ولا اللي ناجحين بس؟ هو راجل ناجح في الاتحاد؟ مسك لجنة ايه؟ انا ناجح برضه. انت ناجح برضه؟ نفس اللجنة دي. طيب. طب ركز بقى معايا يا عريس، بص الحصة دي حصتك. زي الليلة ليلتك كده. اوكي. ايوه ده انت عارف ده في حاجة ساعة هتتوزع النهاردة عشانك برضه. بجد؟ ايه؟ هو في شيبسي في الفرح؟ انا النهاردة طيب هنجيب تورته. ماشي، خلي ماكس يعمل لك تورته بره وجيبها لي. ولاد فيتامين بي 12 ده انا اعرف بقى ايه فايدته. في فايده في الار بي سيز بيعمل لها ماتيوريشن، يعني الار بي سيز يا اولاد حاضر هيجي دلوقتي. حاضر يخرب بيت الملايفه، ده الملايفه دول ايه؟ بص خلاص بقى. بص يا الار بي سيز، احنا اتفقنا الصبح ان الار بي سيز شكلها كده. عارف لو فيتامين بي 12 مش موجود ار بي سيز هيبقى شكلها كده. ايه المنظر الغبي ده؟ ده نوع من الانيميا بنسميه ماكروسيتيك انيميا. يعني الار بي سيز عشان تبقى متطوره وشكلها حلو ومقلوظه كده وجميله، اوكي؟ فيتامين بي 12 هو اللي بيعمل فيها المنظر ده، بنسمي كده حصل لها ماتيوريشن. يبقى علم كده هو مهم للماتيوريشن بتاع الار بي سيز. طيب فيتامين بي 12 برضو مهم للنيرفس سيستم. مهم ليه؟ لان هو مهم لتصنيع المايلين. المايلين اللي حوالين الاعصاب ده اللي بيخلي الاعصاب تنقل الامبلس بطريقه اسرع. الفيتامين بي 12 مهم ليه. يبقى انا بقول لك فيتامين بي 12 ليه فائدتين، تقول لي ريد بلاد سيل ماتيوريشن والمايلين بتاع النيرفس سيستم. طب افرض قل يقوم النيرفس سيستم هيحصل فيه مشكله والار بي سيز هيحصل فيها مشكله. والمشاكل اللي هتحصل دي بنسمي المرض بنسميه ماكروسيتيك انيميا. هيحصل مرض اسمه ايه؟ ماكروسيتيك انيميا، او ساعات بنسميها برينشس انيميا. ماكروسيتيك او برينشس. طب برينشس يعني خبيثه، اوكي، وماكروسيتيك يعني خلايا كبيره. هناخد الكلام ده هنقوله دلوقتي. طيب وبعد كده انيميا. طيب بص يا ولاد، فيتامين بي 12 لما بيقل بيعمل مرض اللي احنا شاورنا عليه اسمه ماكروسيتيك، صح؟ لو جالك في الامتحان اخر السنه اتكلم عن فيتامين بي 12 لازم تشرح المرض اللي هو الماكروسيتيك ده. ده مشروح هنلاقيه صفحه، هتلاقي الماكروسيتيك ده موجود صفحة 26 تحت أو في النص. ماكروسيتيك أنيميا في النص هي مشروحة. يبقى أنا لو جالك فيتامين بي 12 لازم تحط معاه إجابة صفحة 26، وهناخدها دلوقتي. طيب
من اهم الاسئله اللي لازم تعرفها الانيميا. احنا خدنا سؤال كان اسمه فاكتورز افكت الريسربويسز ده الصبح، ده كان مهم. برضو في سؤال هنا مهم اللي هو الانيميا كلها بانواعها باسبابها كله مذاكره كله. طيب هو يعني ايه دكتور الاول انيميا؟ يعني ايه واحد بيقول لي انت عندك انيميا؟ بص ده بيحمل حاجتين، لما يقصد ان انت الار بي سيز عددها قليل، عدد الار بي سيز قليل يبقى ده معناه انيميا، او عندك الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز ناقص يبقى ده برضو اسمه انيميا. يبقى الانيميا فيها الحاجتين دول، لا ناقص ار بي سيز لا ناقص ايه هيموجلوبين. اوكي طب دكتور هو اللي عنده انيميا ده، بص انت هتذاكر من اول هنا من اول تايبس اوف انيميا دي المذاكره حلو، بس الاعراض دي اعرفها كده بسرعه، بس انت المذاكره من اول تايبس اوف انيميا حلو. هو ايه الاعراض لما واحد يبقى عنده انيميا يحس بايه؟ يقول لك هيحس بويكنس، يحسه دايما تعبان اوكي، وفاتيج برضه تعبان، ومليز يعني تعبان برضه اوكي. بجد هو دي معناها تعبان ودي تعبان ودي تعبان اوكي. وتركيزه قليل، تركيزه تعبان، يعني يقعد زيكم كده يقعد يذاكر يذاكر وبعدين نفسه مش فاهم اي حاجه، يقعد في الحصه اول خمس دقائق فاهم بعد كده مش فاهم اي حاجه. ليه ليه هو تعبان ليه يا دكتور؟ اصل انيميا دي يعني ناقص ار بي سيز، وناقص ار بي سيز يعني ناقص اكسجين، يعني كل خليه في جسمك مش شايله اكسجين، مش عارفه تاخد الاكسجين، فانت يعني هيجي لك هايبوكسيا فتبقى تعبان. فعشان كده انت اللي منكم بيبقى حاسس ان هو تركيزه اقل من كل اللي حواليه ممكن يعمل تحليل دم، يروح للدكتور في المعمل من غير ما تكشف ولا بتاع، قول له انا عاوز اقيس هيموجلوبين كده، اكتبها له كده، ولا من غير ما تكتب قول له هيموجلوبين اوكي. والله لا يجي عاوز ايه؟ بيستعبط. لا طب ما انت طب انا لو سالت، طب استنى لو انا سالت دلوقتي ها مين منكم تعبان؟ كله كله رافع ايده، هل عنده انيميا؟ لا عنده استعباط. طيب خلاص بقى عشان نخلص، الانيميا لما بتزيد قوي بيجي لك ديزنيا، ديزنيا يعني كرشة نفس، بس دي مش في مش في الوضع بتاعكم، يعني احنا في الشعب المصري كله عنده انيميا اوكي، بس الانيميا لما بتزيد بقى قوي مميته يعني هيجي لك كرشه نفس، ديزني يعني كرشه نفس، وكمان ممكن اكتبها ممكن يجي لي هارت فيلير، وممكن يجي لي بالبيتيشن يعني رفرفه في القلب، ضربات قلبي تبقى سريعه، بالبيتيشن يعني سريعه، وممكن يجي لي انجينا يعني ذبحه صدريه. انيميا يعني الانيميا دي حاجه صعبه بس لما بتزيد. الانيميا اللي عندنا دي اللي هي العادي ما باكلش فجالي انيميا، لا يجيب لي السطر الاولاني ضعف ضعف وتعب وهكذا. المهم خلينا بقى في الاسئله بتاع الامتحان، ايه انواع الانيميا؟ في انيميا بنقسم تقسيم حسب السايز. ازاي يعني؟ لا وساعات الار بي سيز، بص في ناس عندهم الار بي سيز تلاقيها عامله كده. ايه الحلاوه دي؟ وساعات في ناس تلاقي عندهم الار بي سيز لا حلوه عاديه كويسه. وساعات ناس لا عندهم الار بي سيز كده. اللي عنده الار بي سيز صغيره ده سميتها مايكروسيتيك انيميا. اللي عنده الار بي سيز كويسه سميتها نورموسيتيك. اللي عنده الار بي سيز كبيره وعجله وجاموسه كده ده ماكروسيتيك. حلو. طب دكتور يعني دي ار بي سيز تخينه وحشه؟ ده حتى باين عليها وحشه. اوكي. ودي ار بي سيز صغيره وحشه؟ ده باين عليها وحشه. طب يا دكتور دي وحشه؟ انما دي اسمها نورموسيتيك. مش وحشه يعني، نورمال، نورمو يعني نورمال. اوكي؟ لا ما هي بص هي اسمها نورموسيتيك وشكلها نورمال بس عددهم قليل، عددهم قليل. يعني دي ار بي سيز مشكلتها في حجمها صغيره فما بتشيلش اكسجين كويس. دي ار بي سيز كبيره هتقولي طب ما دي حلوه كبيره بقى وتشيل وبتاع واكسجين منايفه بقى ايه كبير كل ما تكبر تبقى حلو. لا كل ما تكبر مش دايما تبقى حلو، كل ما بكبر كده دي بتفرقع بسرعه، دي اول مشكله. تاني حاجه الفانكشن بتاع الكبيره دي ما بتبقاش حلوه، ما بتعرفش تشيل الاكسجين، مش بالحجم، انا لازم يبقى ليها شكل معين عشان اقدر اشيل الاكسجين. الكبيره دي ما بتعرفش تشيل الاكسجين. يبقى انا الكبيره وحشه ودي وحشه، طب دي وحشه ليه مع ان نورمال اهي؟ لا عددهم قليل، هي شكلها طبيعي بس انا المفروض يبقوا 5 مليون بقى 1 مليون، يبقى انا عندي انيميا. طيب في حاجه كمان عاوزك تعرفها، بسميها مايكروسيتيك بقول عليها كمان هايبوكروميك. يعني ايه هايبوكروميك؟ يعني هي صغيره والهيموجلوبين اللي فيها صغير حبه صغيرين. هايبوكروميك يعني
كروم يعني صبغه، وصبغه يقصد بها الهيموجلوبين، يعني هايبو هيموجلوبين من الاخر، هايبو هيموجلوبين. طب نورموسيتك؟ لا دي بيبقى فيها هيموجلوبين عادي فبنسميها نورموكروميك. ماكروسيتك دي برضو ساعات في كتب بتقول عليها هايبر كروميك. هو انا قلت يعني ايه كروم؟ كروم يعني هيموجلوبين، يعني هيموجلوبين. اوكي طب امال ايه اللي بيقعد ام سي في ام سي في ام سي في ده ايه ده؟ ده تحليل بنحلله هناخده في العملي بيقيس حجم الار بي سيز. ام سي في دي اختصارها ناخده مين كورباسكولار فوليوم، يعني حجم الفوليوم حجم الار بي سيز الواحده. لو قل عن 80 ده يبقى صغيره، لو من 80 ل 100 يبقى ده طبيعيه، لو اكتر من 100 يبقى دوت زياده كبيره عن اللازم. طيب دكتور اديني هو انت بتقول المصريين كلهم عندهم انيميا، اني واحده من دول؟ يقول لك عندهم الاولانيه. ليه هي الاولانيه دي؟ ايه اللي بيعملها؟ ايه اللي يخلي الار بي سي تبقى صغيره كده؟ ايرن ديفيشنسي، وهو ده كلنا عندنا نقص ايرن لان ما بناكلش الحاجات اللي فيها ايرن، وبقت الموضوع بيورث. احنا عندنا بقى في الجينات بتاعتنا انيميا نقص حديد، حتى لو كلت برضك بيجي لك انيميا، فساعات ناس مننا تضطر انها تاخد كبسولات فيها حديد. اوكي طيب وانا قلت لكم الايرن طبعا احنا المفروض كلنا، لان كل شعب مصري عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، كلنا لازم ناكل تفاح، لازم ناكل موز، لازم ناكل بتنجان، لازم ناكل اهم واحده كبده، اهم حاجه كبده. اوكي طيب امال نورموسيتك دي سببها ايه؟ حاجتين، النزيف والهيموليسيس. يعني ايه هيموليسيس؟ تحلل في الار بي سيز، الار بي سيز بتتكسر والهيموريدج نزيف. طيب امال ايه اللي بيجيب الخلايا الكبيره الغبيه دي؟ اوكي لا الكبيره دي اللي بيجيبها فيتامين بي 12 ديفيشنسي، او في فيتامين تاني برضو اسمه فوليك اسيد. انت لازم تحفظ كل واحده سببها مين، كل واحده سببها مين. التقسيمه دي يا اولاد اللي انا قلتها دي تقسيمه حسب الايه؟ السايز. في تقسيمه حسب الكوز، يعني الكتب لما بتقسم الانيميا في كتب بتقسمها حسب السايز وفي تقسيمه حسب السبب. طب اديني كده امثله. يقول لك في ناس بيجي لها انيميا بسبب الدايت. يعني ايه الدايت؟ الاكل، في مشكله في الاكل. يعني في ناس بيجي لها انيميا نتيجه نقص مين؟ حديد. يا دكتور ما انت لسه الكلام ده قايله، قلت لك يا حبيبي ما هو نفس الكلام بس هنا تقسيمات. في تقسيمه حسب، يعني في تقسيمه يقول لك ايه ما بيقولش عليها مايكروسيتك، يقول لك ده ايرن ديفيشنسي انيميا دي سببها نقص الحديد. اوكي في انيميا تانية سببها نقص الفوليك اسيد، في انيميا تانية سببها نقص فيتامين بي 12. طب يا دكتور ده في كلام انت سايب الكلام بتاع، ما احنا هنقوله الكلام ده، ده هنا عناوين على الكلام ده هيتشرح كله دلوقتي. طب في انيميا سببها هيموليسيس، سببها مين؟ هيموليسيس. في انيميا سببها هيموجلوبينوباسي. يعني ايه هيموجلوبينوباسي دي؟ باثي يعني ايه باثي؟ باثولوجي. يعني انيميا سببها مرض في الهيموجلوبين. اوكي زي مين؟ زي الثلاسيميا. ايه الثلاسيميا دي؟ انيميا البحر المتوسط. هناخدها كل ده هنشرحه دلوقتي. انيميا البحر المتوسط. في انيميا سببها البون مارو تعبان، بون مارو في انفلتريشن يعني مرض برضه، بون مارو في مرض، بون مارو ديزيز، زي حاجه اسمها ابلاستيك انيميا. الايه لازقه يا اولاد؟ اسمها ابلاستيك، هي ده اسم ابلاستيك انيميا، يعني بون مارو ديزيز. في انيميا تانية بتيجي مع كرونيك ديزيز، يعني واحد عنده السل مثلا ويجي له انيميا، واحد عنده رينال فيلير ويجي له انيميا، واحد عنده انفكشن ويجي له انيميا. ولاد التقسيمه دي حسب السايز، دي تقسيمه حسب الايه؟ الكوز. اهو يعني مش فاهم، يعني الحديد هو اللي عمل المصيبه، الفوليك اسيد اللي عمل المصيبه، بي 12 اللي عمل المصيبه، الهيموليسيس هو اللي عمل المصيبه، الهيموجلوبين هو اللي عمل، البون مارو هو اللي عمل، جالك مرض مزمن هو اللي عمل. طيب تعال نشرح بقى الكلام ده. هشرح لك اول انيميا كان اسمها ايه؟ مايكروسيتك. يقول لك المايكروسيتك دي خلاص هعرفها لك، اللي هي الصغيره اللي فيها هيموجلوبين صغير. اشهر ناس قلت لك الناس المصريين عندهم هي المايكروسيتك لان عندهم ايه؟ ايرن ديفيشنسي. ايه الاسباب؟ بص اما اقول لك ايه اسباب نقص اي حاجه زي نقص الحديد في بق كده احفظه. اي حاجه تقل في جسمك، انا قلت لك ايه اسباب نقص الكالسيوم في جسمك؟ تقول البق ده ايه هو؟ ديكريز الانتيك، ما باخدهاش يعني، او ديكريز الابسوربشن. اوكي او ديكريز الاستورج او انكريز الاكسكريشن. تاني اي حاجه تقل في جسمك قول لي ايه اسبابها؟ ايه اسباب نقص البر ده قل ليه؟ تقول لي كده ديكريز الانتيك،
انت دخلت في الشفوي وقال لك ايه اسباب اي ماده مايكروستين في دواء اسمه اي حاجه مايكروستين ايه اسباب نقص المايكروستين اي حاجه قول لي ديكريز الانتيك يعني ما باكلوش كتير او ديكريز الابسوربشن ما بيمتصش كتير او ديكريز الاستورج ما بيتخزنش في جسمي او بيقع مني عمال يقع في الاستول او في اليورين انكريز الاكسكريشن بتاعه الاخراج حلو تعال نطبق القاعده دي في اي حاجه لو انت مش مذاكر طبق القاعده دي هتمشي تعال نشوف كده الحديد ليه الحديد قليل ليه ما ناقص مين ما باكلوش لاما ما بيمتصش ليه ما بيمتصش ليه بالذات الناس اللي بتعمل العمليه دي جاستريكتومي شالوا جزء من المعده في ناس بتشيل جزء من المعده هي المعده مهمه للحديد ما بيتحولش للتحويله المهمه اللي هي من فرك لفرس طيب او ديكريس في الابسوربشن بسبب حاجه تانية لو انت اكلت الحاجات دي كتير لو انت اكلت فيتيت او اوكزاليت ايه المواد دي المواد دي بتمسك في الحديد وتخليه ينزل في الاستول ما يمتصش المواد دي اعلم كده دي بتقلل الابسوربشن اوكي المواد دي في منها اللي موجود في الشاي والاوكزاليت دي موجوده في الطماطم طماطم مش مهم المهم المواد دي لو كلتها اوكي بكميات كبيره دي موجوده في الشاي وفي الطماطم وفي السبانخ اوكي ما السبانخ يا اولاد دي السبانخ هتقولي دي فيها حديد معروفه لا ما بيمتصش كله لان مليان المواد دي المواد دي بتقلل الابسوربشن بتاع الحديد او بص بقى نعم ايه انا بقول الحديد بيقل ليه يا اولاد لا اما انت ما بتاكلوش ديكريز الانتيك لا اما ما بيمتصش لا اما انت بتاخد مع الحديد ماده بتمسك فيه بتخليه ما يمتصش ايه المواد دي فيتات او اوكزاليت طيب او لو انت بقى عمال تفقد دم كل شويه عمال تنقط نقطه دم كل شويه ده مين اللي بينقط عنده كرونيك لوس يعني بيفقد دم بطريقه مستمره ده مين ده الناس اللي عندهم قرحه في المعده كل شويه بينزف نقطه الناس اللي عندهم بواسير كل شويه بينزف نقطه الناس اللي عندهم انا زودت لكم البلهارسيا الناس اللي عندهم بلهارزييزس اللي عنده بلهارسيا بينزف برضو نقطه طب وايه يا دكتور اما انزف نقطه ده ايه اللي يحصل يعني كل يوم نقطه ما هو كل يوم نقطه كل يوم نقطه وانت عايش بقالك 10 سنين عمال تنزف النقطه دي نسبه الحديد في جسمك هتقل فيجي لك مايكروسيتيك انيميا يبقى انا عمال انزف زي الناس اللي عندهم قرحه زي اللي عندهم بواسير زي اللي عندهم بارازايت يعني ايه بارازيتك طفيليات اللي هي انا اقصد بيها البلهارسيا يعني طيب العلاج ايه علاج الناس دي ايه واحد عنده نقص حديد علاجه ايه ادي له حديد ادي له ايرن سبلمنتيشن سبلمنتيشن يعني اعطاء ادي له حديد اوكي طيب في انيميا ثانيه بس اسمها ماكروسيتيك اللي هي الكبيره انا قلت الكبيره دي كان مين اللي بيعملها لو مين اللي قال فيتامين بي 12 او فوليك اسيد فيتامين بي 12 او فوليك اسيد علم دي ايه دي انيميا فيها سايز كبير نتيجه نقص فيتامين بي 12 او فوليك اسيد طب الخلايا الكبيره دي سببها نقص فيتامين بي 12 طب قول لي كده هو بي 12 بيقل امتى لو انت مش مذاكر تقول لي ايه بي 12 بيقل امتى تقول لي ايه نقص انتيك نقص الاستورج نقص الابسوربشن ايه انكريز الاكسكريشن تمام لو انت مش مذاكر قول كده طب تعال نشوف لو انا مذاكر هيبقى نفس الكلام برضو بص اغلبها A و B دي اكتب عليهم نقص الابسوربشن A و B دي بتسبب نقص الابسوربشن ايه الاي بيقول لك جاستريكتومي حد يقول لي جاستريكتومي وحشه ليه لو شلت الاستومك عشان الانترنسك فاكتور عشان مين يا اولاد الانترنسك فاكتور ولو جالك مصيبه برضو في الاليم ليه لو حد قطعنا له الاليم بتاعه لان هو مكان الامتصاص يبقى الامتصاص بيبوظ لو باظ عندك حاجتين الاستومك جاستريكتومي او باظ عندك ديزيز في التيرمينال اليوم او انا قلت لكم زود السي سي ديكريز الاستورج اكتبها انت ديكريز ستورج دي بتحصل في الليفر ديزيز ديكريز السي ديكريز ستورج في الليفر ديزيز
طيب دكتور مين شاطر يقول لي؟ انا قلت فيتامين بي لما بيقل بيجي اعراض فين واعراض فين؟ اه في الار بي سيز وفي النيرفس سيستم. شاطر. بص في الار بي سيز هتبقى الار بي سيز عامله كده مالها ايه المنظر ده؟ بقول عليها كبيره اه بقول عليها اماتيور غير ناضجه وبقول عليها كبيره ميجالو بلاست. ميجالو يعني كبيره، ميجا يعني كبيره. بيقول لك هنا بتبقى لارج لارج واوفل. اكتبها كمل انت لارج وبتبقى بيضاويه الشكل اوفل. واكتب كمان بتبقى شورت لايف سبان. يعني ايه شورت لايف سبان؟ عمر قصير. شورت لايف سبان يعني عمرها قصير. يبقى هي كبيره يا اولاد بس بتعيش قليل. اماتيور لارج اوفل شورت لايف سبان. قلت لك برضه هيحصل اعراض عصبيه نيورولوجيكال سيمتومز. احفظ بس الجمله دي. نيورولوجيكال يعني عصبي، سيمتومز يعني اعراض، اعراض عصبيه. عاوز تكتبهم اكتبهم. بيحصل تنجلنج ونمبنس، بيحصل كده تنجلنج وبيحصل حاجه اسمها نمبنس. تنميل وشكشكه. تنميل وشكشكه. نمبنس تنميل، تنجلنج شكشكه. شكشكه يعني ايه؟ يحس الدبابيس عماله تخش في رجليه. بقول لك انتوا لما بتقعدوا على الكرسي كتير بتحس رجلك ايه؟ في تنميل كده في رجلك. العيان ده من غير ما يقعد على الكرسي وهو واقف كده بيحس التنميل. وعلى فكره انت لو تنيتك قاعد على الكرسي كتير مش هتحس التنميل بس، وهتحس بشكشكه كمان. هتحس بقى رجلك بتشكشك جامد جدا. العيان ده من غير ما يقعد ولا يعمل هو بيحس بالاعراض دي. طيب العلاج ايه؟ العلاج فيتامين بي 12. العلاج اديله فيتامين بي 12. طيب العلاج فيتامين بي 12 يا ولاد. ويستحسن اديه حقن انجكشن، لان لو اديته له من البق كده راس ممكن ما يمتصش، فاديه له حقن عشان يمتص بسرعه. فوليك اسيد ده برضه بيعمل نفس الانيميا الماكروسيتيك. لو قلت لك ايه اسباب نقصه؟ ها؟ انتيك ابسوربشن ستورج بتاع اهي انتيك وابسوربشن، ولو انت عاوز تزود زود. نيجي بقى انيميا ثانيه. في انيميا اسمها نورموسيتيك. مين شاطر يفكرني نورموسيتيك دي كان سببها ايه؟ العدد قليل. كان سببه ايه او ايه؟ هيموريدج او هيموليسيس. هيموريدج او هيموليسيس. تعال نشوف كده. لقوا الهيموريدج فعلا. الهيموريدج يجيب الانيميا اللي هي النورموسيتك. لو الواحد بينزف هيجي له. طبعا يا اولاد ما الواحد عمال ينزف هيجي له انيميا ولا مش هيجي له؟ هيجي له، بس لازم يكون بينزف ناس في جامد. اكيوت. اكيوت يعني ايه؟ حد ناس في حد. طيب في بقى هيموليسيس. الاربسيس بتتكسر. بص الاربسيس بتتكسر دي ولاد الناس عشان تركز معايا يا ريت انت الكتاب ابقى معلم عليه قبل ما تيجي، عشان تيجي هنا زي يعني زيك زي المجموعه القديمه. المجموعه القديمه كلها معلمه على النقط المهمه، انت علم على النقط المهمه. ما حدش معلم في المجموعه خالص. خد من زمايلك البنات. هي دي اللي علقت عليها ايه؟ ده بتضحك بعدها بنص ساعة. ما هي دي الأنيميا يا ولاد. طيب ماشي تحكي له سلف يعني. ماشي هيموليسيس. بص يا ولاد في حاجة كده لازم تكتبها. معلش هتكتب الكلام ده. الهيموليسيس ده في منه سببين، في هيرديتري وفي اكوايرد. اكتب كده هيرديتري واكوايرد. يعني ايه هيرديتري الكلمه دي؟ وراثي. يعني ايه اكوايرد؟ مكتسب. حلو. اكتب جنب اكوايرد مثال على الاكوايرد ده. توكسينز
سنيك فينم. ايه فينم ده؟ سم التعبان. ملاريا جنب اكواير. كيميكالز. بص في ناس عندهم بيبقى ار بي سي زي الفل بس يقرصوا التعبان من هنا، سم التعبان ده بيكسر كل الار بي سي من يعني الناس بتموت ليه بالتعبان؟ لان في تعابين سمها بيكسر الار بي سي. بص عشان تحطها معلومه في دماغك، التعبان بيموت بسببين، لا اما بيعمل حاجتين، لا اما السم هيكسر لك الار بي سي دي طريقه، وفي سم تاني لتعابين معينه السم بيروح على القلب وبيعمل فايبريليشن. اوكي فدول سببين. عشان كده بيقول لك اول ما حد يقرص التعبان بنعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ اعمل ايه كده واشفط انت، يوم يجي لك انت. اوكي فقال لك دلوقتي ما حدش يعمل كده، ما حدش لما حد يتقرص من التعبان ما تروحش انت بقى تقول ايه شفتها في فيلم عربي قديم. اوكي ده قديم، قديم وابيض واسود، اعمل كده لان لقوا اللي بيعمل كده ده اوكي هو اللي بيموت. تقول ما هو بيعمل كده اوكي لا ما هو مش انت عندك ميكوزا هنا، الميكوزا دي مجرد السم بيخش بيمتص من الميكوزا، يوم دخل دخل بقى خلاص، لان في اولاد حاجات بتعدي من الميكوزا دي. انت اكيد في ادويه بتحطها في بقك بتدوب في بقك وتشتغل من غير ما تبلعها، هي بتدوب في البق وتشتغل، فهو السم بيخش كده. فانت ما بلاش الطريقه دي. اما لو اخويا قرصه التعبان اعمل ايه؟ اربطها. هو قرص هنا، اول لما تقرص او ماسك ايده ورابطها من هنا قوي واجري بيها على المستشفى. ليه؟ هيديني هم انتي فينم، هو في كل مستشفى فيها انتي فينم. اوكي وخلاص. طيب لقوا برضو ايه؟ الملاريا ده مرض بيكسر الار بي سيز. لقوا بعض المواد الكيميائيه بتاعت مخلفات المصانع والكلام ده بتبوظ الار بي سيز. اوكي في اسباب بقى، دي اسباب اللي انا بقولها دي مش مكتوبه عندك بس انت لازم تبقى عارفها. في اسباب هيرديتري وراثيه اللي هم اللي الشرح بقى، كل اللي مكتوب ده ده الهيرديتري. ده ايه ده يا دكتور بقى؟ بص في مرض اسمه سفيروسايتوزس. ماله سفيروسايتوزس؟ بتلاقي الار بي سيز صغيره ومدوره. حلو، ما الار بي سيز العاديه عامله كده، لا دي بقى سفيريكال. الار بي سيز مالها؟ سفيريكال. طب مالها يا دكتور السفيريكال دي؟ دي مشكلتها انها بتفرقع على طول، يعني مجرد ما تضغط عليها كده وهي ماشيه في البلاد فيسل، لو اتضغط عليها بسبب اي حاجه بتقوم مفرقعه، وبعدين ما بتستحملش، لو دخل لها شويه اي ميه تفرقع. اشمعنى دي لو دخل لها ميه ما تفرقعش؟ لان دي ممكن تتمدد، يعني دي ممكن تعمل كده، فيها مساحه تتمدد، دي ما فيهاش مساحه. يبقى انا هيرديتا سيريوس قال انها صغيره ومدوره وما بتستحملش، كان نوت وستاند يعني ما بتستحملش كومبريشن، ما بتستحملش الضغط. طب دكتور هو المرض ده هو خد كل حاجه جاله؟ يعني المرض ده كل هو حاجه جاله كده؟ لا ده هو مولود كده. طب ما فيش علاج؟ لا نوع علاج. اوكي انجليزي يا مرسي. طب اخلص الموضوع ده ولا ايه؟ لا ده انا سنه ثانيه عشان اعمل معاهم الحركه دي قعدتهم خلصنا كتاب في الثاني في الثالث وقعدنا. مثلا علاج ايه؟ مفيش علاج. امال اعمل له ايه العيان ده؟ كل شويه صوت، كل شويه اعمل له بلاد ترانسفيوجن، انقل له دم، ويستحسن كمان استأصل له الطحال. ليه استأصل الطحال ليه؟ ما هو ده اللي هو اللي بيكسر. فاستأصل الطحال عشان الار بي سيز ما تتكسرش وتعيش اطول مده، يبقى انقل له دم واشيل له الطحال. طيب في مرض تاني برضو الار بي سيز بقى مش مدوره. هيجي له عدوى وهيتنيل وهيموت. ما احنا بنقعد بقى اللي بنشيل له الطحال ده، اما تكبروا هتعرفوا، بنشيل له الطحال ده بنديله مليون تطعيم.
تطعيمات كتيره جدا. اوكي هتقعد تحفظ اسمها عشان امنع ان العدوى تجيله. اوكي طيب في مرض بقى اسمه سيكل سيل انيميا. ده ايه ده؟ انيميا الخلايا المنجليه. ده الاربسيس مش مدوره، ده الاربسيس عامله كده. ليه ده؟ يقول لك اصل ده بيبقى فيه هيموجلوبين غريب اسمه هيموجلوبين اس. علم هيموجلوبين اس. ده برضو مرض جينيتك. بس ده مرض جينيتك ريسيسيف. يعني ايه ريسيسيف؟ متنحي. طب هو الهيموجلوبين اس ده بيبقى مشكلته فين؟ الالفا ولا البيتا؟ البيتا اللي تعبانه، البيتا تشين تعبانه. طب دكتور هي الاربسيس دي الحلوه دي، ده شكلها حته اموره اهي، حلوه اهي، ايه مشكلتها؟ يقول لك دي بتفرقع على طول. ده الاربسيس بيبقوا ماشيين جنب بعض كده، وهما واحده عامله كده واحده عامله كده، مجرد بس يقربوا من بعض يقوم دي مفرقعه ودي مفرقعه بالظبط كده. خلاص ليه يا اولاد؟ لان الار بي سيز دي بتبقى هارد هايلي فراجايل. يعني ايه فراجايل؟ هشه جدا. اوكي طيب على فكره المرض برضو تاني الار بي سيز هنا بتبقى ضعيفه جدا فبتفرقع بسرعه، فتخيلي كل الار بي سيز عماله تفرقع. اوكي هو انت نسيتي العنوان، العنوان اسمه ايه؟ هيموليتك. يعني الار بي سيز بتفرقع، السفيروسايتوسس الار بي سيز بتفرقع، طب والسيكل سيل برضه بتفرقع، بس دي بتفرقع لانها كانت مدوره ومش بتستحمل الضغط فبتفرقع، انما دي طب دي بتفرقع ليه؟ لان دي فراجايل. يعني ايه فراجايل؟ مش هشه، اللي يعمل لها كده تفرقع، فهم اصلا شكلهم غريب، ده هم شكلهم بيشبكوا في بعض بسبب شكلهم ده، فتلاقيهم هم معديين جنب بعض تقوم عامله كده تقوم الاثنين مفرقعين. اوكي؟ في حاجه كمان تبقى معلومه تبقى عارفها، المرض بيزيد كل ما الاكسجين يقل، يعني انت لما الاكسجين يقل في جسمك، يعني لو جالك هايبوكسيا تلاقي الار بي سيز شكلها يبوظ اكتر، كل ما يجي لك هايبوكسيا الار بي سيز تبوظ اكتر. اوكي؟ وتلاقي ليه؟ لان كل ما الهايبوكسيا بتحصل الهيموجلوبين بيبوظ اكتر، هو الهيموجلوبين كان اسمه ايه؟ اس. يتنيه يعمل يقول لك هو الار بي سيز ليه يا دكتور عملت كده الاول؟ يقول لك لان الهيموجلوبين اللي جوه عمل كده. عمل كريستالات عامله الشكل ده، فالار بي سيز خدت نفس الشكل. يبقى علم كده لما الاكسجين بيقل الار بي سيز بتبقى سيكل. ليه؟ لان الهيموجلوبين اللي جوه بيبقى عامل لونج كريستالز. لونج كريستالز يعني عواميد كده رفيعه عامله المنظر ده. طب العلاج ايه؟ الواحد عنده كل الار بي سيز بتطلع بالمنظر ده، علاجه ايه؟ في علاج؟ لا ما فيش علاج، برضه ان انا انقل له ايه؟ دم، بلاد ترانسفيوجن. ولاد كل ده ملوش علاج لان كل ده وراثي. نيجي سلاسيميا، انيميا البحر المتوسط. موجودة في مصر بسموها كده ليه؟ لأنها موجودة في البلاد اللي موجودة على البحر المتوسط. إيطاليا موجودة، فرنسا موجودة، هي فرنسا دي على البحر المتوسط؟ إسكندرية، يعني موجودة في كل دول العالم الحمد لله. جامعة صبر. ولاد سلاسيميا ده مالها؟ حاضر شغال المروح ممكن بس من غير ما تمسك السلك. دي البايظه؟ لا خلاص. بايظه دي اللي هي كانت السلك. سلاسيميا. ولاد بص احنا لو انت مذاكر الصبح اسف لو انت فاكر الصبح كان في الفا وبيتا. اتنين الفا واتنين بيتا. حلو. الثلاسيميا بقى ايه مرض الثلاسيميا ده؟ بيبقى عندهم مشكله في الالفا والبيتا. في ناس بيقل عندهم الالفا وفي ناس بيقل عندهم البيتا. عشان كده احنا بنقسم انواع الثلاسيميا، في ثلاسيميا اسمها الفا وفي ثلاسيميا اسمها بيتا. اوكي؟ طيب. وهو قايل لك اهي في الالفا ثلاسيميا بيقل الالفا. في البيتا ثلاسيميا بيقل البيتا. يبقى انيميا البحر المتوسط بيبقى عندهم تركيب الهيموجلوبين مش طبيعي، لا الالفا بتقل لا البيتا بتقل. علاج ايه برضو؟ نفس الطريقه، علاج ايه؟ بلاد ترانسفيوجن. انت كنت بقى مين اللي كان بيسالني على البوليسايسيميا؟ قليله. بص يا ولاد ما جاتش في 12 سنه اللي فات، جت مره بوليسايسيميا دي، مره واحده بس. فتبقى عارفها. هو يعني ايه بوليسايسيميا؟ الار بي سي زادت عدت ال 8 مليون.
هو الطبيعي اصلا 5 مليون ده واحد عنده اربسيز العكس زادت. اوكي طيب ده ليه يا اولاد بيحصل دي؟ لان واحد هو عنده ابنورمال بون مارو، بون مارو بتاعه هايبر اكتيف عمال يطلع بالعبيط. اوكي لا اما هو عنده هايبوكسيا. مين شاطر يقول لي لو واحد عنده هايبوكسيا يجي له بوليسايسيميا؟ لان اكسجين لما يقل زيد الار بي سيز، اكسجين لما بيقل بيزيد الار بي سيز. طب حلو، كنت انت بتساليني مش عارف مين اللي كان بيسالني بيقول لي هي البوليسايسيميا دي تموت؟ قلت لك دمه هيبقى تقيل خالص، زي العيال ده الباهر والواد احمد دول، دمه تقيل رخم جدا. اوكي فيسكوستي، فيسكوستي بتبقى عاليه الفيسكوستي عاليه لدرجه يا اولاد ايه الدم من تقله ممكن يجي له جلطه ثرومبوزس. خايف على نفسك يا احمد. حاجه كمان احفظها وخلاص، ممكن يجي لهم هارت فيلير لان ده لود على القلب، بيزيد اللود، القلب بيضخ عسل. اوكي طيب ايه اللي عسل؟ الدم تقيل، الدم تقيل. فانا بقول مثال من عندي يعني، لدرجه ان هو القلب لما بيضخ حاجه خفيفه زي الدم تبقى حلو، انما لما القلب يضخ البوليسايسيميا الدم تقيل جدا مليان ار بي سيز هتبقى بالنسبه له تقيله جدا. اوكي اكنه بيضخ عسل، فهيبقى لود عالي. اللود العالي ممكن نجيب هارت فيلير، هبوط في القلب. اوكي برضو العيانين دول بيجي لهم يا اولاد زرقان، ساينوزيس يعني زرقان، يزرق بيزرق لان بيقل البلاد فلو. مش مهم ما تزود، مش لازم تزودوها، اكتب بس بيقل البلاد، علم بيقل البلاد فلو. ليه بيقل البلاد فلو؟ سريان الدم بيقل. ليه؟ الدم تقيل مش قادر يمشي. تمام العلاج، اكتب العلاج يا اولاد، بلاد دونيشن، بلاد دونيشن. عارفين دونيشن؟ يتبرع بالدم، بس اكتب بلاد دونيشن. بص كل ده في حصه العمل هناخده، ده اكتب عليه عملي كله على بعضه كده، فهناخده بنفس الشرح كده في العمل. نعم لا بص الاسئله ممكن اخليها في الاخر. افتح الباب، افتح الباب يا كابتن كريم يا ماكس. نديله يا عم، رش رشه يا ماكس. مبسوطين كده؟ هتموت بقى، تقعد تاخد معلومات لغايه ما تموت. ايه؟ قولي لي. يا ولاد ادوا لبعض يعني عشان نخلص القصه دي في دقيقه. يا ماكس يا حبيبي كريم، ماكس يا رب هات الكرتونه اديها لهم على طول. كل شوية كل شوية كل شهر يعني. انا واحد ادي له ادويه ليه؟ ما ليه 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 ما يتبرع؟ اديهم هات من بره واديهم. دكتور
لا اما فرحك بقى مبروك. لا يا حبيبي يا بابا يا كريم ادي للبنات دول ممكن يشربوا خمس مرات من ادي للبنات الاول. ولا تاخد واحدة بس انت يا ادم بتحط في الشنطة الواد اللي بيعين في الشنطة ده يبطل يعين. كل واحد ياخد واحدة بس عريس. بقول لك ايه يا سنة ماشي تطلعي جيبي زمايلك كده موجود لهنا عبي بس اطلع انت احمد اعمل هات لهم رش عليهم رش يا سن يا سن سن عشان نخلص على ورا بيخدوا ما خدتوش ودول
لا هات يا مكسع يا ولاد هات عشرة هات عشرة ولا انت بتهزروا عشرة كمان عشرة وخلاص يلا بقى نشرح هو انتوا ما خدتوش يلا هذا الصوت هي مستيزة الصوت يا ولاد الصوت 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 الناس كل الناس اللي قاعده كاتبه الناس كتبت اسمها معايا بتوع العملي كل الناس اللي قاعده كاتبه الاسم طب خد الولاد اللي ما كتبوش اسمهم يكتبوا في بنات ما كتبوش اسمهم كل البنات دي كاتبه اسمها معايا الصبح كل البنات كاتبه اسمها ما كتبتيش اسمك رجع الورقه دي معلش خليهم يكتبوا اساميهم هناخد بقى موضوع اسمه هيموستيزيس صوت ولاد يعني ايه هيموستيزيس يعني ستوب اوف بليدنج ستوب اوف بليدنج ان ان البليدنج يقف هي دي يعني هيموستيزيس يقول لك عشان الدم النزيف يقف انا محتاج ثلاث خطوات اول حاجه لو انا ده بلاد فيسل اهو اتعور والبلاد فيسل ده عمال ينزل يقول لك في ثلاث خطوات لازم تحصل البلاد فيسل ده لازم يعمل فازو كونستريكشن يقفل كده اوكي لازم اعمل فازو كونستريكشن ده اول خطوه ليه حد يقول لي لو البتاع ده بينزف اعمل عشان اقلل الدم اللي انا هفقده عشان الدم اللي معدي ما ينزلش كتير يبقى اول خطوه ان انا اعمل ناس كتبت اسمها الولاد كتبوا اسمهم لا طب بتراجعوا لي الورقه ليه طيب ولاد لازم يحصل فازو كونستريكشن عشان الدم ما ينزفش كتير تاني حاجه لازم يتكون غطاء من البليتلت بالراحه كده لازم البليتلت بتيجي تسد الطريق الصوت لازم البليتلت تسد الطريق اسمي الغطاء اللي بيتكون ده بليتلت بلاج اخر خطوه بقى اللي انت خدتها في الثانويه العامه ان انا لازم يحصل هنا تجلط والتجلط ده اسمه كواجيوليشن يبقى انا لما اقول لك لما واحد بينزف ازاي نوقف النزيف قول لي ثلاث خطوات لازم يحصل فازو كونستريكشن ولازم يتكون البليتلت تيجي تقعد هنا بتعمل غطاء اسمه بليتلت بلاج بلاج يعني غطاء اخر خطوه لازم يحصل كواجيوليشن اوكي طب هنشرح كل خطوه بتحصل ليه طبعا هو اهم خطوه في الثلاثه موضوع البليتلت بلاج ده شرحها مهم جدا اوكي تاني واحد في الاهميه اللي هو الكواجيوليشن اقل واحد طبعا الفازو كونستريكشن اللي احنا بنسميه سبازم طب اشرح لي بقى الايه السبازم ده ليه البلاد فيسل عملت كده قفشت كده ايه الميكانيزم بتاع الفازو كونستريكشن ده يقول لك ثلاث حاجات يا اما الموضوع مايوجينيك يعني ايه مايوجينيك عضلي يعني ايه عضلي
يعني انت عارفين ان البلاد فيسل فيها عضلات، اوكي؟ اول لما انا اعور البلاد فيسل بيحصل جواه ريفلكس يقوم عامل كده. انت اصلا لو انت جيت بمطوه او جيت بمطوه وقمت ضرب المطوه دي في العضله دي دي كده اهو، هتلاقي العضله بتعمل كونتراكشن، لان الاصابه دي تعتبر ستيمولس منبه. فانا يقول لك الاسبازم ده حصل نتيجه مايوجينيك عضلي. اديني بس هات لي كيس فيه 10، هم في شويه بنات هنا خلاص، هات كيس فيه 10. انت جاي انت نفسك؟ وزع بقى الصف ده والصف ده كده. ايه؟ مين اللي كان هنا؟ انتوا؟ 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 هنا هنا. يا نهار اسود، يعني كل ده الولاد ضربت عليك؟ هات هات. مين اللي هنا ما خدش؟ ايه واحدة زيادة؟ ضربة عليها طب ادي في زميلتك هنا ما خدتش، مين اللي هنا ما خدتش؟ اهو في واحدة هنا، مين ما خدتش؟ انت انت خدتي؟ اضربي عليها بقى. حتى البنات يلا يلا يا ولاد عضلي. يبقى ساعات القفشة دي سببها العضلة لوحدها عملت كده، وساعات يقول لك لا ده في مواد طلعت عملت كده، في مواد هي اللي طلعت عملت كده. المواد دي اسمها فازو كونستريكتور. الصوت بقى فازو كونستريكتور. ممكن مره واحده كله يفتح؟ يلا واحد اثنين ثلاثه ها. ما اسمعش بقى، ما اسمعش حد فتح تاني. خلاص كله فتح خلاص خلاص. ايوه خلاص بقى عاوز اشرح. يعني انا عملت ده كله عشان اشرح، مش معقول اعمل ده كله ومش هشرح. ولاد ساعات يقول لك لا القفشه دي سببها الصوت الفازو، سببه ان في مواد طلعت هنا هي اللي سببت الفازو كونستريكشن دي. المواد دي اسمها فازو كونستريكتور. وانا قلت لك مثال عليهم ماده اسمها ثرومبوكسين لو عاوز تكتبها ثرومبوكسين. طب في ناس تقول لك لا ده الموضوع سببه بقى ريفلكس، في اعصاب هي اللي جت قالت للحته دي اعملي كده، اوكي؟ طب والاعصاب دي، الاعصاب دي انهي اعصاب؟ يقول لك الاعصاب بتاعت البين، اعصاب البين هي اللي عملت الريفلكس ده. يبقى علم ممكن يكون السبب ريفلكس نتيجه البين، الوجع هو اللي بيعمل فازو كونستريكشن. يبقى بقول لك الاسبازم سببه ايه؟ يقول لي لا اما مايوجينيك، لا اما فازو كونستريكتورز، لا اما ريفلكس سببه البين. ماشي. ولاد تعال نشوف موضوع البليتلت بقى. صوت ازاي البليتلت بتتكون؟ فبقول لك هنا هو شرح لك تركيب البليتلت. صوت تركيب البليتلت ده مش هو ده شرح البليتلت بلاد، ده التركيب، اكن البليتلت دي خليه وهو شرح تركيبها. انا التركيب ده ما يهمنيش، ده مش مهم، بس يهمني العدد. بص عدد عدد البليتلت يا اولاد من 150,000 ل 300,000. ايه ده الار بي سيز كانت بالمليون، دي بالايه؟ بالالف. وفي كتب بتحب تكتبها كده من 250,000 ل 500,000. اكتب برضه عشان الشفوي تبقى عارف لو ايه، يعني ساعات الدكتور مش يقول لك 300 مش كفايه، يقول لك ده لازم ايه 500,000. ففي رينج تاني اكتب من 250,000 ل 500,000. ده العدد لازم تعرفه. طيب انا ما يهمنيش بقى تركيب البليتلت،
انا يهمني الفانكشن بتاع البليتلت اللي هي في الصفحه دي اللي هو الميكانيزم ده لغايه هنا. اكتب عليه ده كله اسمه الفانكشن، كل ده اسمه الفانكشن. بص يا ولاد اللي بيحصل، قصه اقول لك قصه بسيطه كده بتحصل عشان البليتلت تعمل الفانكشن بتاعتها. البليتلت بتبقى بتتمشى جوه البلاد فيسل، ماشيه كده بتتمشى ماسكه سلسله، هي بتبقى بنت، البليتلت دي بنت مش ولد، اوكي، ماسكه سلسله وماشيه كده، اوكي. لا كده مش هينفع. انت كده فهمت البليتلت غلط خالص، انت كده هتسقط في السؤال، هي مش قصدها كده خالص. خلاص يبقى هي بلاش الحركه دي. هي بتبقى بتتمشى، اوكي، مؤدب اهي، اوكي. بتبقى يا اولاد بتتمشى وهي ماشيه كده، فجاه بتلاقي نفسها واقفه على حافه الجبل، اوكي، وتلاقي اصحابها كلهم عمالين يقعوا، كله بيقع وهي واقفه، يا نهار اسود، اوكي، ايه ايه ده، ايه ايه ده، ايه ده، ده الفتحه، ده القطع اللي في البلاد فيسل، كله عمال يقع، منازيف بقى كله عمال يقع، وهي من نصيبها جايه خلاص كانت هتقع، بتبص لقيت نفسها ما بتقعش ولازقه مكانها. هي اول خطوه فعلا بتحصل للبليتلت انها بتلزق. بتلزق فين؟ بيبقى مش البلاد فيسل، مش البلاد فيسل اهو، واتقطع في قطع، مكان القطع ده هي بتلزق على الجدار بتاع القطع، لان بيبقى في ماده اسمها سب اندوسيليوم او اسمها اندوسيليوم هي بتلزق فيها، اوكي. هنقول الكلام ده. المهم خلينا في الخطوات الاول، الخطوه الاولانيه ان انا ايه، هلزق، لزقت، اوكي. اول لما بتلزق طبعا تخيل هي كل البليتلت بتقع وبتموت قدامها وهي لازقه، تخيل انت واقف على حرف العماره كده واللازق وكله بيقع وانت ما بتقعش، اوكي. هتقوم تتخض ولا ما تتخضش؟ تتخض. البليتلت لما بتتخض بتتخن، تتخن تتخن، اوكي، حلو. شويه بعد ما بتتخن بترجع، حلو. ايه ده، ايه القرف ده يا دكتور؟ يقول لك هي البليتلت بيحصل لها ادهيجن، بعد كده بيحصل لها اكتيفيشن، الاكتيفيشن ده اللي بيحصل لها سويل. سويل يعني ايه؟ تنتفخ. طب بعد ما بتنتفخ ترجع، ده ايه؟ ريليز، بتعمل ريليز، بتطلع مواد، يا نهار اسود. وبعدين ما تخضك يا جدعان، انت مش ساعات تتخض وترجع؟ ساعات، حلو. خلاص ولاد رجعت اهو، الصوت بقى من الاول تاني، ما قلتش حاجه اصلا. بتلزق، بعد ما بتلزق بتتخن، حلو، ده البليتلت. بعد ما بتتخن بتطلع مواد من بقها، المواد دي وهي بتطلع بتعمل ريليز، حلو. طيب بعد ما بتعمل ريليز اللي طالع من بقها ده ريحته اكيد وحشه، صح؟ ترجع اهي، حلو. الريحه دي بتشد بقيه الناس، يوم اول لما الريحه تنتشر يوم بليتلت صحابها بيجوا، اوكي، يقعد يقربوا نتيجه اللي طالع ده بيقربوا، فتلاقي البليتلت بعد كده وهي اصلا البليتلت اللي واقفه عماله ترجع دي بتنادلهم، توتو سوسو تعالوا الحقوني، حلو حلو. فتيجي سوسو خلاص، ويجوا كل اصحابها، ولما بيجوا الخطوه دي اسمها اجريجيشن، حلو. طب هم جايين يتجمعوا ليه؟ ايه ده؟ لا عشان يجوا هم كمان هيرجعوا، على فكره كل ما يجوا ويقوموا راجعين، اوكي. هو انا لسه ما شرحت، انا بقول بس الفكره العامه، عناوين بس، انا لسه قلت الرضاعه ايه؟ انا بقول ولاد خليكم معايا بقى، بص لا نقلل الضحك عشان في ناس بتوه، نقلل شويه، نقلل، حلو. المهم هم لموا بعضهم، خطوه ان هم لموا بعضهم دي اسمها اجريجيشن، لموا بعض،
انا ما بقول لسه ما قلتش تفاصيل، انا بقول بس ايه لزقت، وبعد ما لزقت عملت سويلنج، بعد ما سويلنج طلعت مواد اسمها عملت ريليز، يعني لما عملت ريليز الريليز ده لم كل الناس فحصل اجريجيشن يعني تجميع، تمام. المهم اتلموا كلهم جنب بعض وقعدوا يقولوا ايه احنا هنعمل ايه في المصيبه دي، يا نهار اسود الفتحه دي هتموتنا، ده احنا كلنا هننتهي، لازم الفتحه دي تتسد. اوكي طيب هم حاولوا يسدوها، بس هم قاعدين يسدوها ما قدروش، فقال لك بص احنا لازم الكبير بتاعنا يجي، الكبير بتاعنا ده لما يجي هيقعد هنا يسدها لنا خالص، هيقعد علينا كده اهو اوكي يسدها. طب ده يا نهار اسود مين اللي هيقعد عليهم ده؟ الفايبرين مين؟ لا ده ماكس يهدهم. هيقعد مين؟ هيقعد الصوت بقى مين هيقعد عليهم؟ الفايبرين. يقول لك الفايبرين ده الكبير بتاعنا، احنا مش قد الفتحه دي، احنا عاوزين واحد كده حمار كبير اوكي يقعد، لما هيقعد هيريح يوم يسد البتاعه دي خالص، ولا حد يموت ولا بتاع. فعشان كده بنسمي اكتبها الخطوه دي مش مكتوبه، حاجه اسمها بروكو اجيولانت اكتيفيتي. ايه ده انا مش فاهم يعني، ما فيهاش قاعده خالص يعني. برو كو اجيولان اكتيفيتي، بروكو اجيولان اكتيفيتي. طيب دي الخطوه رقم 5 يعني. الخطوه رقم 6 بقى هيحصل فيوجن. ايه فيوجن دي؟ اكتبها كمان الخطوه اللي بعد كده فيوجن. يعني ايه فيوجن؟ هو خلاص هم واحد جه قعد عليهم وسدهم خالص، اللي هو مين؟ فايبرين. طب هم بقى هيجرى لهم مين؟ الناس اللي قاعده دي اللي هم كانوا قاعدين بيتكلموا وبيرجعوا وتخضوا، والناس دي هيعملوا ايه؟ لا هيلتحموا ببعض ومش هيفكوا خالص، وهيتنيهم هنا بقى طول العمر. اتفقنا؟ يبقى اخر خطوه ان هم هيمسكوا ببعض، واكتب جنب فيوجن ده بيبقى ايرفيرزبل. يعني ايه ايرفيرزبل؟ يعني ما ينفعش ينفصلوا خلاص، هم هيتنيهم كده على طول. طب بالراحه بقى يا دكتور، انت قلت لي اول لما وقفت لزقت، اللزقه دي ليه؟ هي لزقت في ايه؟ يقول لك هي لزقت في الاندوثيليوم. لزقت في ليه؟ في الاندوثيليوم. انهي حته في الاندوثيليوم؟ خليها هي لزقت في الاندوثيليوم، اوكي؟ طب ايه اللي خلاها تلزق؟ ايه اللي خلاها تلزق؟ يقول لك في فاكتور طلع في الدم، طلع ماده منها بتلزق، اوكي؟ ايه اللي خلاها؟ اسمها حاجه اسمها فون فيلبراند فاكتور. ده الصمغ اللي خلاها تلزق، فون فيلبراند فاكتور. طب دكتور هي لما لزقت في الحته اللي فيها اندوثيليوم ده، اندوثيليوم ده الطبقه المبطنه، اندوثيليوم ده الطبقه المبطنه للبلاد فيسل، لما البلاد فيسل اتقطع الاندوثيليوم اتعرى وهي لزقت. طب هي لزقت في الاندوثيليوم؟ لا هي لزقت في تركيب تحت الاندوثيليوم اسمه كولاجين. يعني هي لزقت في الكولاجين اللي هو موجود تحت الاندوثيليوم. حلو، مين اللي ساعدها انها تلزق في الكولاجين ده؟ الصمغ. ايه الصمغ ده؟ حاجه اسمها فون فيلبراند فاكتور، ده فاكتور بيطلع منها وبيطلع من الاندوثيليوم فبيخليها تلزق. حلو، طب بعد ما لزقت يقول لك بيحصل لها سويلنج. السويلنج ده بتسميه اكتيفيشن، هي صوره الاكتيفيشن بتاعتها انها بتتخن. طب بعد ما تتخن تبتدي تطلع مواد، اهم مواد بتطلعها علم، بتطلع هي من جواها بتطلع اي دي بي وثرومبوكسان اي 2، بتطلع اي دي بي وثرومبوكسان اي 2. طب انت قلت لي الحاجات اللي بتطلعها دي بتلمهم، الخطوه الاجريجيشن دي لما اقول لك ايه سبب الاجريجيشن قول لي الاي دي بي والثرومبوكسان. الثرومبوكسان والاي دي بي اللي طلعوا منها هم اللي لموا الناس. طب بعد ما الناس اتلمت يقول لك هم قعدوا يفكروا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لك مش هينفع احنا نتصرف، لازم واحد كبير يجي. مين اللي هيجي؟ فايبرين. طب الفايبرين بيجي بعمليه اسمها ايه؟ فايبرين بيجي بعمليه اسمها ايه؟ كواجيوليشن. عمليه اسمها ايه؟ كواجيوليشن. يوم قال لك ايه؟ احنا نساعد في الكواجيوليشن. يعني هم بيعملوا بروكو اجيلانت اكتيفيتي، هم بيبداوا هم كواجيوليشن، بيساعدوا فيه، بيعملوا المقدمه بتاعته. اوكي فاهمين؟ بروكو اجيلانت يعني هم بيعملوا استعداد الكواجيليشن. طب هم بيعملوه ازاي؟ هم بص على السطح بتاعهم، ما احنا هناخد الكواجيليشن ده خطوات ورا بعض، كذا خطوه في كذا خطوه في كذا خطوه، هم بيضحوا بالسطح بتاعهم عشان الكواجيليشن يحصل عليه. دي حاجه. غير كده هم بنفسهم البليتلت بيبقى جواهم عامل من عوامل التجلط. بيبقى جواهم ايه؟ عامل من عوامل، ما احنا التجلط ده محتاج عوامل معينه، عامل من العوامل دي بيبقى الجدار بتاع البليتلت. اوكي طيب بعد كده بيقرروا ان هم ايه؟ يلزقوا في بعض ويتنهم هنا على طول. طيب دي الفايده الاساسيه بتاع البليتلت. هي طب دكتور هو اللي هي عملته ده اسمه ايه بقى؟ الغطا اللي هي عملته ده
ده اسمه بليتلت بلاج. يعني كل ده شرح هي ازاي عملت غطا البليتلت. طب هي ملهاش فوائد تانية؟ اه ليها شوية فوائد تانية. بتعمل ايه يا اولاد؟ بتعمل ريتراكشن في الكلوت. ايه الكلوت دي؟ اللي هي الجلطة الدموية. بتعمل فيها ريتراكشن. يعني ايه ريتراكشن؟ يعني انقباض. انت مش بعد ما بتتعور يا اولاد، بتتعور مش بتلاقي الجرح بعد يومين كده ولا بعد يوم، ليه؟ عمل كده اتشد كرمش كده. اه مين اللي بيكرمش الكرمشه دي؟ البليتلت. اوكي، لان البليتلت بيبقى فيها اكتين ومايوسين بيعملوا كونتراكشن كده، وهنعرف ان اللي بيخلي الكونتراكشن ده يحصل الكالسيوم. الكالسيوم هو اللي بيخلي الكونتراكشن ده يحصل. طيب في حاجه كمان، البليتلت بتكون حاجه اسمها ثرومبوبلاستين. ثرومبوبلاستين ده بيحول بروثرومبين لثرومبين. هي التحويله دي مهمه، بروثرومبين لثرومبين دي مهمه. اه التحويله دي مهمه للكواجيليشن، فالبليتلت هي اللي بتعملها. حاجه كمان، البليتلت بتساعد في الفازو كونستريكشن، الخطوه اللي هي دي. البليتلت بتساعد في الخطوه دي لانها هي اللي بتطلع المواد، مواد اسمها السيروتونين وثرومبوكسان اي 2. اخر حاجه، البليتلت بتساعد انها تصلح الكابيلاريز اللي اتقطعت، ريبير دامج كابيلاري. هي بتصلح يعني انا دلوقتي الكابيلاري اتقطعت اهي، البليتلت بتساعد انها تصلح التقطيع ده. حلو، لما يجي لك فانكشن اوف بليتلت تكتب كل ده، الصفحتين دول. بص يا ولاد، خدت في ثانوية عامة ان التجلط ليه عوامل، دي عوامل التجلط، مهم احفظهم. صوت مش مهم، مش مهم تقعد تحفظ العوامل دي، مش مهم، بس السهلين بالنسبة لك ممكن تحفظهم. يعني ايه فايبرينوجين؟ ده اعرف ان ده رقم واحد، بروثرومبين رقم اتنين، الكالسيوم اربعة. اوكي، يعني نقي السهل بالنسبة لك واحفظه. برضو احفظ، ابقى احفظ ده، بليتلت فوسفوليبيد اسمه بليتلت فاكتور 3، بليتلت فوسفوليبيد اسمه بليتلت فاكتور 3. كفايه دول تحفظ اساميهم. الفايبرينوجين يعني ايه احفظ اساميهم؟ مش فاهم. احفظ ان واحد اسمه فايبرينوجين، واثنين اسمه بروثرومبين، واربعه اسمه كالسيوم، وبليتلت فاكتور 3 اللي هو الفوسفوليبيد بتاعت البليتلت. كفايه. بص بقى، ده اكتب عليه هام، بس طبعا هو مهم، ميكانيزم اوف كواجيليشن مهم، لكن الاهم منه البليتلت. طب هو الميكانيزم اوف كواجيليشن ده ايه؟ يقول لك لازم تحفظ الرسمه دي، دي الاساس. بص يا ولاد، الدم عشان يتجلط اخر خطوه، لو ركزت مع الرسمه، اخر خطوه في الرسمه ايه؟ فايبرينوجين بيتحول لمين؟ فايبرين. حلو، طب والخطوه دي انت خدتها في ثانويه عامه، سببها مين؟ يقول لك البروثرومبين اتحول لثرومبين، والثرومبين هو اللي عمل الخطوه دي. حلو، ناقصك بقى حاجات ما خدتهاش في الثانويه العامه. ايه اللي خلى البروثرومبين يتحول لثرومبين؟ يقول لك كانت سبب حاجه اسمها اكتف فاكتور 10. هي باينه عندكم ولا مش باينه؟ اكتف فاكتور 10. فاكتور اسمه 10. ما هو دول فاكتور، زي واحد منهم اللي هو رقم 10. ده هو ده، لما بقى اكتف هو اللي حول بروثرومبين لثرومبين. طيب انا فاضل لي بس اكتف فاكتور 10 ازاي بقى اكتف؟ يقول لك بطريقين، طريق اسمه انترنسك واكسترنسك. هو دول اللي هنشرح فيهم بقى، ايه الطريق الانترنسك وايه الاكسترنسك. تاني في سلسله من التغيرات اسمها انترنسك واكسترنسك. السلسلتين دول عملوا اكتيفيشن في فاكتور 10. فاكتور 10 حول البروثرومبين لثرومبين، الثرومبين حول فايبرينوجين لفايبرين، والفايبرين جه قعد. طب دكتور، هو فاكتور 10 هيعملها لوحده دي؟ لا، بيقول لك فاكتور 10 محتاج عوامل مساعده. كاتب لك محتاج فاكتور 5، ومحتاج بي ال اللي هي البليتلت، ومحتاج الكالسيوم. كل دول مع بعض بقى بيحولوا التحويله دي. طيب دكتور، بقى ايه انترنسك واكسترنسك ده؟ ده اللي محتاجين رسمه برضه، بس للاسف انتوا الرسمه عندكم ولا واضحه ماشي. بص انا الرسمه دي هكبرها. بص يا ولاد، يعني ايه طريق اكسترنسك وطريق انترنسك؟
ولاد الطريق الاكسترنسك ده انت لما بتتعور كده يقول لك الدم هيجلط دلوقتي الدم هيجلط. ساعات التجلط ده بيبقى سببه تغيرات حصلت انترنسيكالي في البلد. يعني ايه انترنسيكالي؟ داخليا الدم مع نفسه كده هو اللي عمل الجلطه. وساعات لا الجلطه بيبقى سببها حاجات في التشو. مش انا لما اتعور التشو بيتقطع؟ لو التشو هو السبب اسمي الطريق ايه؟ اكسترنسيك. طب دكتور يعني انا مش فاهم، يعني انا لما اتعور مين اللي بيعمل التجلط، الدم ولا التشو؟ الاثنين. الدم بيعمل طريق اسمه انترنسيك والتشو بتعمل طريق اسمها ايه؟ اكسترنسيك. انا فاضل لك تشرح انترنسيك واكسترنسيك. طب بص ده ليهم رسمه. ولاد انت مش لازم تذاكر الكلام، الرسومات بتغني. طب شوف الرسمه كده، انا هشرح الرسمه اللي هي على الرسمه يا ولاد اللي هي عندك صفحه 40 موجودة على الحرف هنا الطويلة، الرسمة الطويلة دي المعقدة دي اللي مش باينة دي، اللي هي مش واضحة خالص دي. اه لو انت اللي داخلة لجوه، اه الرسمة اللي لجوه صفحة 40 لجوه. انا هنا بس جايب الرسمة دي، جايبها من كتاب كبير فواضحة. انت هتلاقي الرسمة دي هي نفس اللي عندك على الحرف. انت عندك رسمتين، انا عاوز الرسمه اللي لجوه. اه بص يا ولاد الرسمه دي بتبدا بايه؟ انا هوضح لك الكلام عشان هو مش واضح. نعم مال شعانين وقت لها المروحه دي، يبقى كبري دماغك قول لها طيب اهو واعملي كده وخلاص. بص يا ولاد، ولاد ايه اللي حصل؟ يقول لك اول خطوه حصل تروما. تروما يعني تعويره، تروما يعني تعويره. اهي اللي هي تعويره. التعويره دي بتاكتف فاكتور 12 و12 ياكتف فاكتور 11. لو مش واضحه الرسمه عندك اوكي ابقى اسيب لكم الورقه دي تصوروها. 12 بياكتف 11 و11 بياكتف 9 و9 هو اللي هياكتف 10. شاطر يا دكتور. وبعدين هو 10 حد يفكرني 10 ده كان بيعمل ايه؟ 10 اه بيحول البروثرومبين لثرومبين. اوكي بيحول مين؟ بروثرومبين لثرومبين. حلو لو انت شاطر كمل على الرسمه. انت شفت الثرومبين عندك فين ولا مش شايف؟ شايف الثرومبين اخر الرسمه تحت شايفه؟ اه الثرومبين ده كمل بقى، انت كمل الرسمه قول له هيحول الفايبرينوجين لفايبرين. كمل انت هيحول الفايبرينوجين لفايبرين، يبقى تاني هو ده اللي انت هتحفظه. تروما هتحول اكتيفيت فاكتور 12 و12 ياكتيفيت 11 و11 ياكتيفيت 9 و9 ياكتيفيت 10 و10 هيكون البروثرومبين والبروثرومبين يكون بروثرومبين اكتيفيتور، بروثرومبين اكتيفيتور ده هياكتيفيت البروثرومبين للثرومبين والثرومبين يحول فايبرينوجين لفايبرين. ايه ده؟ ايه اللي انت قلته ده؟ التروما بص شويه بص يا ولاد، هي فاكتورز هي فاكتورز فاكتورز بتاكتيفيت بعض. في الاخر اوصل لرقم كام؟ 10 و10 هو اللي هيكمل. قولهم لي كده نحفظهم مع بعض. 12 بيأكتف 11 و11 بيأكتف 9 و9 بيأكتف 10 و10 بيحول بروثرومبين لثرومبين وثرومبين بيحول فايبرينوجين لفايبرين. شاطر يا دكتور شاطر. المره الناحيه الثانيه بص بقى مفاجاه. عارف الطريق اللي انا قلته ده الطويل ده؟ ده اسمه انترنسك. ده اسمه ايه؟ انترنسك. في طريق ثاني اسمه اكسترنسك اللي هو عندك الرسمة في نفس الرسمة على الناحية اليمين. طب دكتور معلش انت قلت لي كده ده في حاجات كتير قوي مكتوبة. اه بص ساعات في بيبقى في عوامل مساعدة، يعني هتلاقي ساعات دايما بيحط الكالسيوم، الكالسيوم دايما بيتحط. اوكي؟ فانت عاوز تحط الكالسيوم في أي خطوات من دي حط الكالسيوم. طيب في حاجة تانية، الرسمة اللي الناحية التانية. ركز كده مع الرسمة، سيبك من اللي عندي هنا، الرسمة اللي عندك دي. فوق أول كلمة إيه؟
تيسو تروما. يعني ايه تروما؟ تعويره او جرح. حلو، بص كمل. المكعب مكتوب فيه اسم، ايه الاسم ده؟ يقول لك انت لما بتتعور التيشو بتطلع عوامل، العوامل دي اسمها تيشو فاكتور. بص تيشو فاكتور انزل مع السهم هيحول فاكتور 10 لاكتيفيتد فاكتور 10. شايف السهم الكبير ال10 هيتحول ل10، السهم الطويل اللي جاي بالعرض، السهم اللي جاي بالعرض ده اوله 10 والناحيه الثانيه اكتيفيتد 10. ولاد ولاد انا غلطان، انا غلطان. ماشي خلاص، انا شرحت لك الانترنسك اوكي. طيب هشرح لك الاكسترنسك اهو. هوني وريني، وريني اشرحها زي ما انتوا عاملينه. ولاد التروما تعويره، التروما التروما دي لما بعورك التيشو بتطلع فاكتور اسمه تيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده بيحول فاكتور 10 لاكتف فاكتور 10، يعني خلي لك فاكتور 10 شغال. لما فاكتور 10 يشتغل هيحول بروثرومبين لمين؟ لثرومبين. وانا قلت بقى حفظناها، ثرومبين لما يتحول هيعمل ايه؟ فايبرينوجين لفايبرين. بص الطريق اللي هو فيه التيشو ده، ده طريق قصير قوي، ده طريق اسمه اكسترنسك. طب والطريق الطويل اسمه انترنسك. يبقى انا عندي طريق اسمه انترنسك وطريق اسمه ايه؟ اكسترنسك. الطريقين لو تلاحظ نهايتهم واحده، ايه نهايتهم؟ فاكتور 10 وحول بروثرومبين لثرومبين وبعد كده حول فايبرين، الفايبرينوجين لفايبرين. لو انت رجعت للرسمه اللي كانت في الصفحه قبل كده اللي عندك، ارجع كده عشان تفهم. انا عندي طريقين، طريق اسمه ايه؟ انترنسك وطريق اسمه ايه؟ اكسترنسك. هما الطريقين بيطلعوا ايه؟ 10. 10 بيعمل ايه؟ بروثرومبين لثرومبين وفابرينجين لفابرين. مين شاطر يقول معايا الطريقين؟ ايه الطريق الانترنسك؟ 12 بياكتيفيت 11 بياكتيفيت 9 10 بس. طب اكسترنسك التروما تطلع تيشو فاكتور، والتيشو فاكتور يطلع 10 وبس. يبقى الطريق ده صغير والطريق ده كبير. حلو، هانت عليك لو جالك في الامتحان كلها رسومات، هترسم الرسمه دي اوكي وايه وتقول الانترنسك وتقول الاكسترنسك. طيب بس انت طب ما تقول لي شويه كلام كده يا دكتور، تقول لي شويه كلام اللي مكتوب. قول اهو، انا عندي طريق اسمه ايه؟ اكسترنسك وطريق اسمه ايه؟ انترنسك. ماشي، ايه اللي بالصفحه كده؟ نعم نعم حاضر، ما انا خلصت اهو. بس ولاد بالاضافه يا ريت ما تنساش الكلام ده. لو انت شاطر، مين الطريق لما اسالك في الوقت، مين الطريق السريع؟ اكسترنسك. ومين الطريق البطيء؟ علم بقى الكلمه دي اكسترنسك، ده علم بيبقى رابد سريع. وده عشان يحصل لازم يحصل في جسم الانسان لانه محتاج تيشو، فاكتب بيحصل دايما في الفيفو. يعني ايه فيفو؟ جسم الانسان. بس وتقول الكلمتين دول وتقول الرسمه اللي احنا عملناها اللي هي دي. حلو، امال الانترنسك؟ انترنسك لا، ده طريق ايه؟ بطيء. وعلم لي هو بطيء وممكن يحصل في الفيفو او الفيترو. يعني ايه الفيفو او الفيترو؟ يعني ممكن يحصل في الانسان، ما الانسان عنده دم، وممكن يحصل في المعمل
لان انا ممكن اخد في المعمل دم، يبقى الدم لما بيتجلط في المعمل بيتجلط بالطريقه دي بس، انما الدم لما يتجلط في الانسان بيتجلط بالطريقتين. طيب بص يا ولاد، هو انا قلت لكم احنا بنرسم كده دايما، وانت بتبص على الرسمه هتلاقي دايما بيحط كالسيوم، كل شويه يحط كالسيوم ليه؟ مش عارف ليه. المهم يعني الكالسيوم بيعتبر كاتاليست، عارفين الكلمه دي؟ طيب حلو. حرام كفايه. لا لا مش مهم، انت بس ايه علم على الجمله دي، ان الكالسيوم مهم لكل لكل البلاد كلوتنج رياكشن، اهو ريكوايرد فور اول بلاد كلوتنج رياكشن، كفايه الكلمه دي وخلاص. طيب هنمشي حالا اهو بجد هنمشي. بس بص طب دكتور، هو سلبي سيل في الشفوي ده ما يجيش تحرير بس يجي في شفوي. فيتامين كي، هنسمع فيتامين كاف ده مهم للتجلط، تسمعوا عنه ولا ابيض؟ تسمعوا عنه. حلو. ابيض. ها؟ ليه؟ بص الاطفال، بص اول لما طفل بتشوف انتوا ساعات الاطفال مناخيرهم تقعد تنزف. بيبقى بيلعب ومناخيره تنزف دم. حلو. اول ما يروح للدكتور يقوم الدكتور مديله فيتامين كاف. ليه؟ اصل فيتامين كاف ده حلو بيصنع عوامل التجلط. عوامل التجلط اللي هو الجدول اللي كان هنا الكبير ده، كل العوامل دي لا عوامل معينه، اكتب كده بيصنع فاكتور بروسوم ده اللي هو فاكتور 2 وبيصنع 2 و7 و9 و10. بقول لك ايه، هو اكتب على بروسوم ده اللي هو مين؟ 2. هو 2 و7 كام؟ 9. وبعد 9 كام؟ حفظتهم؟ 2 و7 و9 و10. حلو. طيب هو الدكتور، هو الفيتامين كاف ده بناكله؟ لا، بيقول لك ده موجود عندك، بيتصنع عندك انت، في بكتيريا عايشه عندك في الانتستين، البكتيريا دي بتصنع الفيتامين كي، اسمها ايه؟ اسمها بكتيريا فلورا، اكتب انت اسمها فلورا زي المناديل كده، فلورا، بكتيريا فلورا اسمها كده، جنب البكتيريا اكتب اسمها فلورا. طب هو في ناس عندهم فيتامين كي ده بيقل؟ هو ايه اللي ممكن يموت البكتيريا؟ مضاد حيوي. اكتب من اسباب النقص الفيتامين كي، اكتب انتي بايوتيك. في ناس برضو عندهم نقص فيتامين كي، النيونيتس. النيونيتس ده لو نيوبورن، النيوبورن حديث الولاده. اسال سؤال، ليه النيونيت عندهم نقص فيتامين كي؟ نيونيت ليه عندهم نقص فيتامين كي؟ لان لسه ما عندهمش بكتيريا، لسه ما نتنوش. اوكي، لما ياكل اي حاجه منتنه ويلم من الارض وياكل البكتيريا تطلع. حاجه كمان يا اولاد، لو عندك ليفر ديزيز ده بيقلل فيتامين كي، ولو عندك جي اي تي ديزيز يعمل لك يقلل فيتامين كي. كم واحد عاوز يمشي؟ قلة قليلة مندسة بطريقة. طب بكرة هنكمل البلد الصبح الساعة 9. يوم الخميس هناخد حصتين، انما خلاص تاخدوهم بكرة. لا بكرة الخميس. طب ولاد يا ولاد ثواني ثواني. ايوه يا حبيبي انت هتاخد كل حاجه الاسبوع ده. خلاص بكره ناخد صبح وبعد الظهر ساعه واحده. ماشي.
تعال وحاجه سهله حاجه مش صعبه. لا هاتولي بكره معاكم الجنرال يعني في الساعه بتاعت بالليل دي يعني بتاعت الساعه 3 هناخد ساعه جنرال كده حاجه سريعه. هاتولي الجنرال هناخد 9 و3 9 و3 في ناس عليها دروس. نعم انا عندي حصه هنا انا عندي حصه الساعه 1 روح عند دكتور نادر الساعه 1 بكره هناخد حصه الساعه 9 وحصه الساعه 3 الصبح بلد وبالليل جنرال عملي 10 ما احنا عشان ما نطوق عشان ما اتخركوش ما تعرفوش تروحوا. دكتور دكتور اه ما هي دي اخر جمعه مش هتاخد الجمعه دي غير يوم العملي بس مش هنعملها كل جمعه يعني هو ده جمعه ومش هنعملها تاني.